وصام يقام الفاتحة. آمين. الحمد لله يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم. أنزل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أثقال فهم مقمحون. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وأشرى الرحمن بغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية في جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما أغفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم عابدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة فإنها أخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا عملنا أيديهم في فلك مشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورقين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من أنتم على يشاء الله وكرمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شؤون فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبرسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وفعل الصلاة وأزكى التحيات والتسليم والحمد لله رب العالمين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم إنا تبنا إليك ونبينا يا وهاب اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب اللهم اغفر لنا والوالدين والوالديهم ورحمهما كما ربيونا الصغرى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا واجلاء همومنا وهمومنا وذهب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا ونور اللهم بصائرنا وبصارنا اللهم ذكرها منهما نفسينا وعلمنا منهما جهلنا وفهمنا منهما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار علمناه الذي يدرك عنا واجعل حجة علينا لا حجة علينا يا رب العالمين واجعل حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فكرنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا أرحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أعلى عندنا من أعمالنا آمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أعلى عندنا من أعمالنا آمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أعلى عندنا من أعمالنا آمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا كريم يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم اصنع معه بفضلك وجودك وكرامك على ما قرناه من القران العظيم وصل لهم ثواب ذلك وثواب مثل ذلك ثواب الى حضره سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم انبياء المرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا واولادنا واخواننا واخواتنا وما من عماتنا اخواننا وخالاتنا مشايخنا ومعلمينا واصحابنا وازواجنا محبنا اهل ودودنا وابائنا فلا نفك علينا من اصنع بالدعاء من اصنع الينا ومن ظلمناه او اصنع اليه واخذ بشفقه قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن قصنا هذه القراءه لاجله وسببه وعطانا باسمه مستعد بن المؤمنين أنا صبي وأصلي وفروعي وهواشي اللهم اجعل فداء له من النار اللهم اجعل فداء له من النار اللهم اجعل فداء له من النار اللهم اجعل فكاكا له من النار اللهم اجعل فكاكا له من النار اللهم اجعل فكاكا له من النار من عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة واغفر لهم وارحمهم واجعل معهم في دار كرامتك مستقرة رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم اغفر بنا وبهم أجرهم وأجر في الدين والدنيا والآخرة يا مولانا ما نعلم أهل إنك غفور حليم جواب كريم غفور رحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأرزقنا كمال المطالبات له ظاهرا وباطنا بعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا جاهه ولا تكلنا بعده واغفر لنا وله وجميع المسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة المسؤول والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Soulevez, 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 soulevez. Ya Allah,
يا ابو رجيح ما ان لله وانا اليه راجعون هاي سجيري لم يزل سبحانه وتعالى نسيت كل شيء فيا سلام درك كذا قبل سبحانه وتعالى قبل ما حديث كما سبحانه وتعالى يا ابو كايا لما تجد ادم كما لم يحفو إن كتوا من عملية لما يسأل الزمالية الهشام إلا من ثلاثة إلا من البس قالوا بعد قلنا أنه سنتك ياهو ثم سنينه ويحبريه إلا بعد ثلاثة قلنا قلنا البعض إنزم الجاهشية إيها دانية صدقة التالية يصدقة ويفاية وحفا وقصر وصفورة أول من الدفن الوين أول من الدفن الوين أول من الدفن به أول من وصميسة يفنش وندم ونزوان وصميسة أولا من الدفن أولا من الدفن I'm going to go to the hospital.
La Russie a éliminé la Russie de l'Ukraine. Ça va Thank you.
batalha que Thank you.
Djibo. Voilà, il est Djibo. Dame de Dine, à Zaba. Oh, number. Monsieur
Kamu orang sekarang itu.